صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن الحالات الأولى التي أصيبت بالمتحور أوميكرون تراوحت أعراضها بين الخفيفة والمعتدلة، حيث لم تسجل أي حالات وفاة حتى اللحظة. أضاف التقرير أن التحقيقات كشفت أن الحالات المرصودة ارتبطت برحلات دولية ومحلية أو شارك المصابون بتجمعات عامة واسعة. ينضم معنا عبر الهاتف أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية دكتور ناصر توفيق. أهلا بك دكتور ناصر، مساء الخير. دكتور ناصر، إذا هذا المتحور وهذه التقارير تشير إلى أن الأعراض من خفيفة إلى متوسطة، هل يعطينا انطباع بأن يعني أوميكرون مثل سابقيه من المتحورات لن يكون بذات الخطورة؟ طبعا ما سابقه كان بذات خطورة عالية، هذا يؤكد أنه الاحترازات الحالية كانت من الحكمة وربما سوف يؤدي إلى تخفيف الاحترازات الحالية مع إبقاء الاحترازات الدولية بمعنى أصح. التقرير يبين أن الطيران، السفر لدول خارجية هو أكثر سبب يؤدي إلى الأوميكرون، يعني بمعنى أصح ما نعرف أنه أخذها من الطيارة ولا أخذها من التجمعات خارج نطاق الدول، فهذا يخلينا نبدأ قلقين عن الرحلات الدولية. لذلك نجد أن بعض الدول الأوروبية أوقف الطيران، بعض الدول شمال أفريقيا أوقف الطيران تحرزا لانتشاره. الآن خطورته ليس في إصابته، خطورته في انتشاره، بمعنى أصح الواحد يصيب 10 فهذا الخوف منه. لكن الآن الإحداثات الجديدة اللي تقول أنه لم تكن هناك أعراض قوية تؤدي إلى دخول عناية مركزة والوفيات، هذا يجعلنا نتطمن، لكن أعتقد نحتاج أكثر وقت لنعرف كميات أكبر من الأعداد لكي يتخذ القرار النهائي. جميل، يعني مضى تقريبا أكثر من شهر منذ ظهور هذا المتحور، ألا تكفي لمعرفة الأعراض وأيضا كيف يمكن التعامل معه؟ في علمنا نحتاج الى اعداد كبيره، والمنظمه الصحه العالميه تريد ان ترى احجام كبيره لكي تصدر تصريح بعدم خلينا نقول عدم وجود اشتراطات انه القادم وباء، لانه ليكون وباء لابد ان يكون مميت، لابد ان يكون يصيب كميات كبيره، لذلك هم بيحاولوا انه يصنفوا هل هو وباء ام ليس وباء. أشكرك أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور ناصر توفيق.